على وقع مسارات الحل التي استؤنفت مؤخرا بين أطراف النزاع الليبي في القاهرة، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعود لطاولة المشاورات في مقرها الدائم بمدينة سرت عقب تعليق أعمالها لستة أشهر متواصلة. ذات الملفات العالقة تطرح مجددا، والبحث عن تنفيذ بنود التوافق على رأسها خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد لازالت قيد الانتظار. نموذج الاستقرار الذي موجود اليوم في مناطق سيطرة الجيش هو النموذج الغائب في العاصمة طرابلس الذي تعج بالميليشيات والتشكيلات المسلحة. فهذا أيضا وكأننا ننبه السيد المبعوث الدولي بأن العسكريين ليس لديهم أي إشكالية، سوف يجلسوا ويتفقوا ويبنوا هذه المؤسسة من جديد، المؤسسة العسكرية، سواء كانوا هؤلاء العسكريين موجودين في بنغازي أو في الجنوب أو في طرابلس. الإشكالية الرئيسية هي في وجود التشكيلات المسلحة. في ختام اجتماعات اللجنة بمدينة سرت شدد المبعوث الأممي عبدالله باسيلي الذي كان حاضرا على ضرورة تحديد سبل إشراك دول الجوار في إنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية، مشيدا بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على عزيمتهم والتزامهم بتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا وضمان وحدتها وسلامة أراضيها، داعيا القادة السياسيين إلى التحلي بنفس روح الوحدة والتفاني التي أظهرها العسكريون من أجل تجاوز الأزمة الراهنة. أنا نلاحظ أن السيد باسيلي جاء بشكل قوي وبشكل فيه أكثر جدية وأكثر صواب اعتباره. قد يكون يرجع الأمر لأنه عنده خلفية على القارة الأفريقية باعتبار من أفريقيا، ويرى أن هذا المسار قد يكون هو المسار الرئيس في هذه المسألة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يلتقي الليبيين كلهم وخاصة في لجنة 5+5 فيما يتعلق بمسألة تثبيت القضايا الأمنية بشكل استراتيجي في الوطن ليعم الأمن والاستقرار والرخاء كل ليبيا. عقب انتهاء المشاورات بين أعضاء اللجنة العسكرية حضر فريق زائر من مقر الأمم المتحدة مكلف بتقييم مدى تنفيذ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوصية الصادرة عن المراجعة الاستراتيجية المستقلة التي أجريت العام الماضي، وذلك بهدف تعزيز أداء البعثة في المهام المكالة إليها من أجل الاستجابة على نحو أفضل لتطلعات شعب ليبيا ومؤسساتها إلى السلام والاستقرار. اجتماع سرت لم يأتي بالجديد، بيد أن تجديد المبعوث الأممي عبدالله باسيلي لعمل هؤلاء العسكريين الذين وصفهم بالأبطال ربما يندرج ضمن إطار أولويات البعثة التي باتت على ما يبدو تولي الأهمية القصوى للمسار الأمني، باعتبار أنه قد يكون مفتاح الحل للمسارات الأخرى المتعثرة وعلى رأسها المسار الدستوري. من بنغازي أحمد بن عاشور، اليوم.